اسم كل قائم على هذا العمل. والله نسأل أن يجعل الأعمال خالصة لوجه الكريم. ماذا أقول لكم؟ والشرور يعني الله مدى اهتزاز وطن وحكامه وكل لحظات إنجازه. وهذه لحظة من لحظات الفخر لرجالاته وشبابه وأشباله في يوم وطني عظيم. فغدا ذكرى توحيدة وعطارة فريدة، وبحكم لملوكه أهل الآراء السليمة. فإيمانك أن أيامنا كلها وطن. أحبتي، افخروا بهذا الوطن وضعه، افخروا بمجده، افخروا بامتداد حده، افخروا بملوك أهل الصلاح، افخروا بسروحه وإنجازات النجاح، افخروا بانتمائكم الطاهر للأرض الطاهرة ضمت نبيا وصحابة. افخروا بولاء الحكم جعل منا قوة وصلابة. افخروا بأيامه فأيامنا كلها وطن، نعيش بهوية الدين إن شاء الله، ونعيش بحب وتضامن.